بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. النهارده ماتش مهم جدا جدا امام سيراميكا كليوباترا في الجوله العاشره من الدوري الممتاز المصري لكره القدم. ماتش هام جدا، صعب جدا، خصوصا بعد فقدان النقطتين الماتش اللي فات، ولكن الحمد لله ما زلنا على القمه. ما زلنا على القمه، بنسعى النهارده ان احنا نكسب علشان على الاقل نخلي فارق النقاط بيننا وبين المنافس زي ما هي. قبل ما نروح للماتش عايز اعلق معاكم على بعض الحاجات اللي هي بتثار على الساحه. طبعا في البدايه حابب اقول لكم ان النادي الاهلي كعادته دائما ليه دور مجتمعي كبير جدا. الاهلي مش بس فريق كوره ولا العاب ولا نشاط رياضي بس، لا، الاهلي نادي وطني رياضي اجتماعي ثقافي، ليه دور ودور مهم جدا جدا جدا. الاهلي دايما هدفه رفعه بلده، وهو خير من يمثل مصر في مختلف المجالات وخاصه الرياضيه. عشان كده كلنا النهارده شفنا وتابعنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في احتفاليه قادرون باختلاف، وده توجه عام داخل جمهوريه مصر العربيه لدعم ابنائنا من ذوي الهمم اللي هم جزء لا يتجزأ مننا وليهم حق علينا، وحق كبير جدا، مش حق واحد، حقوق كبيره جدا جدا جدا. شفنا الشاب الجميل محمود احمد اللي اعلن عن رغبته قدام سياده الرئيس وكل الحضور ان هو نفسه يمارس رياضته المفضله اللي هي العاب القوى داخل النادي الاهلي. داخل النادي الاهلي، وبما ان النادي الاهلي بيقوم بدوره الوطني والمجتمعي على اكمل وجه، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كلف كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي والكابتن عجمي رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصه والدكتور ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى باستقبال الشاب محمود احمد اللي هو من اصحاب الهمم وبطل العاب القوى لتحقيق رغبته في ممارسه رياضته المفضله داخل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ده استجابة لتوجيهات السيد الرئيس اللي حرص اليوم على لقاء ذوي الهمم لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنوياتهم، والدولة كلها واحنا كلنا وراهم ومعاهم لانهم ليهم حقوق كبيرة جدا 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 عندنا. خليني بقى اروح لنقطة تانية. كالعادة وعلى طول ومش هزهق، النقطة تخص اتحاد الكرة. اتحاد الكرة ده فعلا حاجة عجيبة جدا وحاجه يعني تخليك تستغرب، ودايما بياكدوا لنا يوم بعد التاني ان لا، في حاجه في الاداره غلط، ادارته فيها حاجه غلط. هتقول لي ليه؟ هقول لك اصل كل حاجه بيديرها وبيظهر فيها شخص واحد بس، وقلنا عليه كتير جدا قبل كده، مفيش حد بيستجيب ولا حد بيسمع ولا حد خالص، وهو وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد. ده ايه؟ طبعا هم بيثقوا فيه ثقه عمياء لانه بينفذ كل ما هو ضد النادي الاهلي. كلنا طبعا مش ناسيين قصه اخفاء الخطاب. يعني هو الراجل بينفذ في ساعه بطوله افريقيا نهائي افريقيا، يعني بينفذ مهمته على اكمل وجه. فطالما بينفذ مهمته على اكمل وجه وبيسمع الكلام علشان يحارب النادي الاهلي ويبقى ضده، لازم كمان يتكافئ. لازم كمان يتكافئ. اخر المكافئات دي من غير ضحك، من غير ضحك واستغراب، ان هو وليد العطار اللي هو الموظف في اتحاد الكوره تولى رئيس اللجنه المنظمه لبطوله كاس الامم الافريقيه للشباب اللي هتقام بالقاهره في شهر مارس القادم ان شاء الله. نقف هنا بس، ليه؟ ليه؟ انا عايز اسال بس ليه؟ هو مفيش كفاءات وكوادر وناس بتفهم جوه اتحاد الكوره غير وليد العطار؟ هي ايه الامكانيات الخارقه اللي عند وليد العطار؟ ايه الامكانيات اللي عنده اللي مش موجوده عند اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره؟ بالمناسبه فين مجلس اداره اتحاد الكوره؟ فين اعضاء المجلس؟ وازاي راضين عن كده؟ كابتن حازم امام، كابتن محمد بركات، اياب الكومي اللي هو مشهور، كابتن عامر حسين، محمد ابو الوفا، خالد الدرندلي، خالد الدرندلي نائب الرئيس، والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد.
المجموعة دي مع احترامنا وتقديرنا ليهم ما عندهمش إمكانيات لتولي المهمة دي، لتولي مهمة رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة، فلازم يجيبوا وليد العطار اللي هو المدير التنفيذي ومشرف على لجنة شؤون اللاعبين اللي بيترأس بعثات المنتخب للخارج زي ما حصل في مباراة بلجيكا. تخيلوا تخيلوا مباراة بلجيكا، راح هو رئيس بعثة لحين وصول الكابتن حازم إمام، وقبلها الحاجات دي ما اعرفش انتوا عارفينها ولا مش عارفينها، اتكتبت ولا ما اتكتبتش. قبلها كان في الجزائر مع منتخب الناشئين في دوري شمال افريقيا، وراح سايبهم ورجع راح الكويت. ده بيعمل كل حاجه على مزاجه زي ما هو عايز، كان مفيش غيره في الاتحاد، كان الاتحاد ما فيهوش كفاءات غيره غير وليد العطار. طب حد يوضح لنا، حد يوضح لنا احنا كبني ادمين، كبني ادمين مصريين بيهمهم يعرفوا كل حاجه عن حال الكره في مصر، حد يقول لنا من اتحاد الكوره يوضح لنا امكانيات وقوه وليد العطار في الجبلية دي ايه، جايه من ايه؟ ما هو اللي بيدير، مع احترامنا لجميع الاسماء مره تانية في مجلس اداره اتحاد الكوره، هو انتوا ايه دوركم؟ يعني ايه دوركم جنب وليد العطار؟ ما خلاص احنا عرفنا ان وليد العطار عنده نفوذ هايله. طب استكمالا لنفوذ كمان وليد العطار في الجبلية، هو ليه في اتحاد الكوره بنلاقي جوابات جايه من الفيفا محدش بيسمع عنها حاجه؟ مره ايقاف قيد، ومره مطالبات بغرامه، ومره بايقاف لاعبين، كل ده لنادي واحد، الجوابات ما بتطلعش. لا ده كمان في حاجه مهمه، اتحاد الكوره تطوع وسدد الغرامات اللي على النادي ده وما طلعش خطاب الفيفا، ومحدش يعرف حاجه الا لما مسؤولين بتوع النادي نفسه اعترفوا ومسؤولين اتحاد الكره بعد كده. انما خطابات تانية بقى زي خطاب مثلا موعد مشاركه كهربا اول ما وصل انا خلي بالكم انا مع الحق، بس انا بقول لكم الفرق، بس اول ما وصل اتحاد الكره وزعوه على كل الصحفيين، اول ما وصل. مش ده تسريب برضو ولا انا متهيألي كده؟ ده تسريب وايه؟ مش بطريقه شرعيه، لا بطريقه غير شرعيه، لان هم في البدايه سربوا اللي موجود في الخطاب، سربوا الخطاب، وبعد ما تسرب يقول لك ايه؟ مصدر برضو في اتحاد الكوره علق على ايقاف كهرباء بعد ما تسرب. تخيلوا حضراتكم، ده اتحاد الكوره بيدار ازاي؟ الله اعلم، الله اعلم. تطوير الكره المصريه ازاي؟ حد اتكلمنا عنها؟ ما حدش قال حاجه. الخطط بتاعتهم المستقبليه علشان تطوير الكره المصريه حد اتكلم فيها؟ ولا حد قال حاجه، ولا سمعنا حد. طيب طلع برضو كابتن عامر، مع احترامي كابتن عامر لانه زميل وصديق واخ عزيز، ولكن برضو يا كابتن عامر انت قلت كلام مش مفهوم، احنا مش عارفين. طيب حضرتك مش عارف كمان، اذا كنت حضرتك مش عارف كمسؤول عن الكره في مصر او كمسؤول في اتحاد الكره، مش عارف تفسير للخطاب اللي هو جالكو، اللي جالكو، مين يفسر لنا الخطاب يا حاج عامر او يا كابتن عامر؟ انا ما احبش اقول لك يا حاج عامر لان انا ايه يعني بيني وبينك عشره عمر، فبقول يا كابتن عامر. طيب مين اللي سرب الخطاب؟ مين اللي سرب الخطاب من جوه اتحاد الكوره؟ ومين اللي فسره على مزاج، على مزاجهم؟ ما هو التفسير اللي على المزاج ده اللي هو يتوافق مع امنياتهم في اتحاد الكوره عشان يبقى ضد النادي الاهلي، لكن باذن الله الحقيقه هتظهر في يوم من الايام طبعا وتتضح للجميع. بالنسبه لاتحاد الكوره برضو، معلش انا بطول في حته اتحاد الكوره، كابتن عامر برضو بوجه لحضرتك سؤال تاني، هو امتى هننتهي من الكلام على ان مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم مشكله
ومسببه لينا ازمه. خلاص انت قلتها مره يا كابتن عامر، قلتها مره، سمعناها بعد كده مره تانية الايام اللي فاتت، خلاص ما هي اتقالت مره، واعتقد ان خانك التوفيق في التعبير عن ان مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم هتسبب لنا احنا كمسؤولين مصريين المفروض نقف جنب النادي الاهلي، انتوا يعني هتسبب لكم مشكله. نفسي او نفسنا نسمع منك اجابه على الكلام ده. يعني حضرتك بتعمل تقريبا مداخله يوميه، كل اجاباتك او معظم اجاباتك بتدور حول حاجه واحده بس، ان الاهلي هيعمل لنا ازمه في جدول الدوري، ان الاهلي ما كانش في الحسبان انه يلعب في كاس العالم، ان الاهلي ممكن كمان يوصل نهائي كاس مصر وده ما كانش هيبقى في الحسبان. ازاي يعني؟ طيب ليه حضرتك ما بتردش على الناس ولا على الاخ اللي طلع قال لك على جثتي ان في ماتش هيتاجل؟ ما سمعناش حاجه يعني. لما طلع واحد وقال لك على جثتي مفيش ماتش هيتاجل وهتشوفوا لو اتاجل ماتش ايه اللي هيحصل، محدش رد. طب مش عايزين تردوا ليه؟ طب ما تخلوا وليد العطار يرد، ولا ما بيردش هو في الحاجات دي؟ هو دوره بس انه يخبي الجوابات الخاصه بالنادي الاهلي. يا كابتن عامر، يعني انت اتكلمت كتير على موضوع ان النادي الاهلي سبب لك مشكله وارتباك، وان مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم انديه مشكله كبيره. طيب هو الحل عند مين حضرتك كابتن عامر؟ المفروض ان الحل عندك انت، الحل عندك. المفروض احنا دلوقتي لما بتحط حضرتك جدول للدوري قايل هيبتدي شهر كذا هينتهي شهر كذا. على فكره احنا من ايام زمان، من ايام زمان، من ايام يعني الله يرحمه الكابتن سياج لما كان هو مسؤول عن جدول الدوري، لما كان بيحصل فيه حاجه مفيش مشكله، ماتش يتاجل فتره بدل ما نخلص في شهر مايو ولا يونيو نخلص في شهر يوليا. ما انت اصلا بتتكلم عن فرقه راح تمثل مصر، والنادي الاهلي، النادي الاهلي هو خير ممثل لمصر في البطوله دي ومفيش غيره، مفيش غيره، دي تامن مره محدش راح قبله، عشان محدش يضحك عليكم ويقول لك اصل كان في حد تعمل بطوله والبطوله اتلغت واحنا كنا الاحق مفيش حاجه من الحاجات دي. النادي الاهلي شارك 8 مرات، دي المشاركه الثامنه اللي جايه دي في كاس العالم للانديه. حد راح تاني؟ حد راح قبله؟ محدش. طيب لما دي مشكله يا كابتن عامر اكيد هتعرف تحلها، ما خبراتك في لجنه المسابقات وخبراتك في جدول الدوري المفروض انها كبيره، المفروض دي كبيره، ولازم من انت لو انت بتحط الدوري ان ممكن يحصل مستجدات، ممكن يحصل تغيرات، ده الوضع الطبيعي لاي مسؤول، ممكن يحصل تغيرات. طيب لما يحصل تغيرات البلان التاني ايه؟ ما هو انا كمسؤول عندي بلان اول وبلان تاني وكمان بلان تالت. لو البلان الاول الطبيعي اللي انت بتحطه، البلان التاني لو حصل كذا، لو حصل تاخير، لو حصل لا قدر الله ان في مشكله في النص، يبقى انا عامل بلان تاني، تصور لبلان تاني، تصور تالت. طيب لو النادي الاهلي ان شاء الله يكمل ويوصل لنهائي بطوله افريقيا، ما ده بلان تالت، ان انت اصلا ما كنتش عامل حسابك او حاطط الجدول بتاع الدوري على ان النادي الاهلي مش في بالك بتاعه موضوع كاس العالم، ان النادي الاهلي ممكن ما يوصلش نهائي كاس افريقيا، انت حاطط في بالك كده. طب وصل كاس افريقيا، يبقى انت عامل حسابك من قبلها ان لو النادي الاهلي وصل نهائي افريقيا هيحصل كذا وكذا وكذا، طلع بقى البلان التاني والبلان التالت. انما ايه المطلوب من النادي الاهلي؟ يعني انا عايز اعرف ايه المطلوب من النادي الاهلي؟ يعتذر عن البطوله؟ يعتذر عن البطوله علشان حضرتك ما تشتكيش او المسؤولين في اتحاد الكره ما يشتكوش؟ ولا علشان تجاملوا احد المسؤولين؟ قولوا لي، انتوا امركم غريب بصراحه. هو انتوا عايزين ترجعونا لورا؟ ولا عايزين نتقدم خطوه خطوه؟ ما انتوا معاكم مش هنتقدم الخطوه. فانتوا عايزين ترجعونا ورا؟
طب خلق، طب نثبت على اللي احنا فيه، حتى نثبت على اللي احنا فيه. ده في ناس كتير جدا 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 كانت اقل مننا وسبقتنا، سبقتنا ايه؟ بمراحل كبيره جدا. عايزين سنين وسنين وسنين عشان نوصل للي هم حققوه، هم واللي وصلوا له دلوقتي. انتوا كل امنياتكم كمسؤولين في اتحاد الكوره انك تشد الاهلي للخلف، ترجعه لورا. ليه؟ عشان المنافسين مش قادرين يوصلوا للنادي الاهلي قدام. انتوا دوركم ايه في اتحاد الكوره؟ يعني انا عايز اقف بس هنا شويه، انا عايز اسال سؤال بس. لما نادي كبير ونادي عظيم زي النادي الاهلي هو اللي بيعلي لك شانك، هو اللي بيعرف الناس بره ان في نادي محترم ونادي عظيم جوه مصر بينافس وياخد بطولات ويرفع راس مصر عاليا ويرفع علم مصر عاليا، بدل ما تقف جنبه بتحاربه جوه اتحاد الكوره، بتحاربه النادي الاهلي. اه بتحاربه النادي الاهلي، زي ما كان فيه السنتين اللي فاتوا ولا الثلاث سنين اللي فاتوا الكل جوه اتحاد الكوره كان بيحارب النادي الاهلي وعايز يوقعه، بس النادي الاهلي مش هيوقع ابدا، ولا ان شاء الله باذن الله بعون الله ولا حد هيقدر يوقعه. وخليني اكلمكم بس في الاخر على حته ان الناس ازاي عايزه توقع النادي الاهلي. نتكلم خلاص، خلصنا اتحاد الكوره، ان لو انا ممكن اتكلم على اتحاد الكوره من هنا للسنه الجايه واطلع اخطاء. طيب خش بقى على اعلام النادي المنافس. اعلام النادي المنافس بيواصل ضغوطه على الحكام، حتى في مذيع معروف طبعا باثاره الفتنه بيقول لك ايه، ان الكابتن احمد الغندور حكم هو الحكم المحبب للنادي الاهلي، حكم المحبب للنادي الاهلي، والنادي الاهلي قلب عليه. ليه بقى؟ عشان النادي الاهلي تعادل معاه مره الماتش اللي فات. يقول لك بقى خلي بالكم عشان ده درس لكل الحكام، عشان الفتره اللي جايه لو ما جاملتوش الاهلي، الاهلي مش محتاج مجامله، هيتقلب عليكم من الاهلي، فبلاش اصلا تدوه حقه عشان ما يتعودش على كده. ما هو ده معنى كلامه، ده معنى كلامه، لان كده كده الاهلي هيقلب عليك. انا بقى عايز اقول لك حاجه، نادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، اعلام النادي الاهلي ما بيحبوش حكم معين، ولكن بيحب العدل في كل شيء، بيحب الحكم العادل اللي بيدي كل واحد حقه، يديني انا حقي ويدي الفريق الخصم حقه، بعيد عن اي مجاملات. لو عليا حاجه احسبها، لو ليا حاجه احسبها، احنا مش عايزين اكتر من كده. على فكره النادي الاهلي طول عمره، طول عمره ما بيحتاجش حاجه من حد باذن الله، لان النادي الاهلي رده جوه الميدان، بتكلم على الرياضات المختلفه، اللعيبه في الملعب، ورده بره الميدان من مجالس ادارته. واحنا عارفين الفروقات الكبيره قوي 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 مع احترامي لجميع الانديه بين النادي الاهلي واي نادي تاني، واي نادي تاني. احنا مش عايزين اكتر من حقنا، مش محتاج اكتر من حقي انا. ايه رايك بقى؟ انا مش عايز زي ما انتوا عايزين وناديك عايز واعلام ناديك عايز حكام الاحتواء، ده مش عايزينها، اللي بيجوا على المنافسين عشان انت تاخد حاجه مش حقك. انا مش عايز دي، انا كنادي اهلي مش عايز دي. بمناسبه يعني هختم كلامي بحاجه اتكلمت فيها قبل كده، العلاقه بين جماهير النادي الاهلي العظيمه ولاعيبه النادي الاهلي، لاعيبه الكيان العظيم، لاعيبه نادينا اغلى حاجه لينا في الدنيا، مصدر السعاده لينا في ايام صعبه جدا 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 معظم الناس بتعيشها. العلاقه محدش هيقدر يهزها، محدش هيقدر يهزها، لان العلاقه دي مهما اتكلمت عنها حاله عشق وحب بقالها يعني من ساعه ما النادي الاهلي اتعمل لحد النهارده، وهتفضل وهتبقى. فالجماعه اللي هي بتصطاد في الماء العكر وتقول لك عشان عايزين يوقعوا بين النادي الاهلي ولاعيبته، ده النادي الاهلي جمهوره بيعاير لعيبته،
النادي الاهلي جمهوره بيهاجم لاعبته، النادي الاهلي جمهوره مش طايق لاعبته. لا اطلعوا انتوا منها، اطلعوا انتوا منها. لو في حد فضله بعد ربنا وابوك وامك، يعني اللي احنا منتمين للنادي الاهلي، انا بكلم ابنائي اللعيبه وبكلم نفسي، لو في حد ليه فضل بعد ربنا وابوك وامك في الدنيا، النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العظيمه. انا بتكلم على المنتمين للنادي الاهلي. اللعيبه لازم تعرف كده على فكره، اكيد في لعيبه عارفه كده، بس انا كلاعب ما انا برضو عايز اتكلم، لان انا هنقل خبراتي لبعض اللعيبه لو في حد بيسمعني. في حاجات بتحصل انا ببقى متضايق منها، يعني مثلا انا لما العب ماتش وحش ببقى متضايق من نفسي قوي، بس لازم استحمل اي نقد يتقال لي، اي نقد بناء، لان جمهورنا ده مش عايز يهدك، ده هو جمهورنا، ده هو اللي عملنا، هو اللي صاحب الفضل بعد ربنا وابويا وامي او ابوك وامك كلكم، اسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. الاثنين دول فرقوا في حياتنا كتير جدا 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 جدا. انت كلاعب وانت في الحته دي دلوقتي، دي اجمل فترات حياتك، اجمل فترات حياتك، مش عايزك تندم عليها بعد كده، مش عايزك تاثر. احنا بنتكلم على التاثير ليه؟ او الناس زعلانه ليه؟ انا من حقي ازعل، انا كجمهور من حقي ازعل، بس خلي بالكم الزعل على قد حبي ليك. انا بزعل منك بس ما بكرهكش، بالعكس انا بزعل لاني عارف ان انت عندك كتير. ما هو انت اللي بدات الموسم بدايه ولا اروع، انت كلاعب النادي الاهلي بدات الموسم بدايه ولا اروع. طيب جه التوقف، ايه اللي حصل بعد التوقف؟ هل الدوافع قلت؟ المنحنى نزل. طب المنحنى نزل ليه؟ انا كلاعب، ما هو احنا برضو مرينا بالحاجات دي كتير. اولا لازم اتحمل النقد، وجمهور النادي الاهلي عمره ما كان نقده هدام. ليه بقى؟ لان انا بحبك، بس بقابلك بحب النادي الاهلي، وبحبك عشان انت لعيب في النادي الاهلي، وهفضل وراك عشان انت لعيب في النادي الاهلي، وعارف امكانياتك كويس قوي. فالحته دي شيلها من دماغك، ان انا عايز اهدك، او ان انا عايز اوقفك، او ان انا عايز بهاجمك. لا، انا بزعل، واحيانا لان احنا بشر، والبشر خلي بالكو مشاعرها احيانا بتبقى مختلفه في التعبير، يعني احيانا واحد يعني بيطلع لفظ، بيطلع كلمه ممكن تضايق، ولكن هو بيطلع الكلمه دي هو مش قادر يعبر، ولكن هو عايز يعبر عن حبه ليك، ان انت عندك الاحسن من كده، انت اللي بتسعدني، انت اللي بتقويني زي ما انا بقويك جوه الملعب وبتساوى بيا، انا كمان بساوى بيك بره الملعب. دي علاقه الحب وعلاقه العشق اللي هتفضل طول عمرها بين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. فاللي بيقعدوا من بره عايزين يعكروا صفو العلاقه ديت، لا، خليكم انتوا في ناديكم، شوفوا المشاكل بس اللي في ناديكم انتوا. بتساندوا اللي بيسندوكوا واللي بيدوكوا، ملناش دعوه بيكم، بس ابعدوا عننا. ولاعيبه النادي الاهلي لازم تفهم الحته دي، لاعيبه النادي الاهلي لازم تفهم ان من حق جمهورك يزعل، من حق جمهورك يزعل، لانه نفسه يشوفك افضل شيء، نفسه يفضل يشوف النادي الاهلي افضل حاجه في الدنيا، عادي. انما نيجي بقى لما انت بتكسب الجمهور بيعمل ايه؟ وحتى لو انت ما بتكسبش، حتى لو انت ما بتكسبش الجمهور بيعمل معاك ايه؟ انا بتكلم على 99% من الجماهير. الجماعه اللي بيخشوا بيزودوا وبيعبر بقله ادب او بالفاظ خارجه، مش جماهير النادي الاهلي، مش جماهير النادي الاهلي ابدا، انا بقول لكم مش جماهير النادي الاهلي. احنا بنشوف جماهير النادي الاهلي وعارفينها كويس قوي، مش عارفك انت اللي بيشتم ده ان هو من جمهور النادي، ده مش جمهور النادي الاهلي ابدا. جمهور النادي الاهلي عمره ما عدا فرقته، عمره ما وقف قدام ناديه، عمره. جمهور النادي الاهلي العظيم ده ورانا
وهيفضل وراكم. انا واحد منكم، انا واحد من جماهير النادي الاهلي، وكنت واحد من اللعيبه زمان، فبحس الاحساس ده. الاحساس اللي زي ده بقول لاولادي اللعيبه، ان العلاقه بين جماهيركم وبينكم محدش يهزها ابدا ابدا. جماهيركم تزعل احيانا عشان خاطركم انتوا، عشان بتحبوكم انتوا، عشان نفسها تشوفكم احسن ناس، عشان هي بتحب الكيان، بتحب النادي الاهلي العظيم. تاني انت لو انت كلاعب كوره حاسس ان انت متضايق، اقف مع نفسك شويه، اقعد مع نفسك شويه، كلم نفسك، لوم نفسك، ايه اللي حصل؟ طب الجمهور زعلان، طب زعلان ليه؟ انا زعلان انا كمان، يبقى انا لازم اعمل واحد اتنين تلاته. طب يبقى انا الماتش الجاي خلاص، الماتش ده فات، لا المره الجايه لا، ده انا لازم اموت نفسي في الملعب. على فكره عايز اقول لكم حاجه، اوقات حصلت معانا كتير كلاعيبه، ممكن ما يبقاش يومنا، ممكن الحاله الفنيه ما تبقاش يعني مش ماشيه النهارده، بنبقى في حاله مش كويسه. انا ما بحبش اقول على حد من النادي حالته سيئه او كان ضعيف او لا، مش في افضل حالاتنا، مش هي دي اللعيبه، مش هو ده مستوانا الفني. اقعد مع نفسي، ايه اللي حصل؟ يبقى انا ممكن اعوض الحاجات دي بروحي في الملعب. اقسم بالله لو لعيبه النادي الاهلي تلعب بروح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي، مفيش حد هيقف قدامها، بتوفيق ربنا طبعا، بعد ربنا طبعا، والله ما حد هيقف قدامكم، وانتوا اللي بتقوونا. وطول ما انت قوي في الملعب، بقول لكم ما احبش اقول ان حد ضعيف في النادي الاهلي، ولا اقول ضعيف على النادي الاهلي، لا، طول ما انت قوي في الملعب ما حدش هيقدر عليك، لا بره الملعب ولا جوه الملعب. ما تبقاش مش قوي جوه الملعب، لان هتدي فرصه لناس كتير عايزه تدوس علينا. لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي حاجه واحده بس بيجمعنا كلنا، حب الكيان، حب النادي الاهلي العظيم. عشان كده العلاقه دي مش هتتاثر ابدا 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 ابدا، علاقه جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي حاله عشق هتفضل مدى الحياه ان شاء الله. ماتش النهارده قدام فريق محترم جدا، هو نادي سيراميكا كليوباترا، مع مدير فني طبعا قدير عارفينه كلنا، الكابتن احمد سامي ابن النادي الاهلي. ماتش صعب لان كمان ظروف فرقه سيراميكا السنه دي مش ماشيه كويس، بقى له ماتشين ما بيكسبش، ماتش صعب، لكن ان شاء الله نجوم النادي الاهلي النهارده هتصالح جماهيرها، تستعيد الثقه، وتستعيد مره اخرى نغمه الانتصارات. تعالوا بقى نروح لفندق الاقامه وزميلنا العزيز فاروق صلاح، نتعرف منه على اخر الاجواء قبل المباراه. برحب بيك يا كابتن ايمن، كل التحيه طبعا للكابتن ايمن شوقي، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق سيراميكا كليوباترا في الجوله العاشره لدوري رابطه الانديه المصريه المحترفه. المباراه اللي هتقام على استاد القاهره الدولي وهتنطلق في تمام الساعه 7، واحده من المحطات الصعبه. وخليني يا كابتن ايمن في البدايه نقول ان مفيش مباراه سهله، كل مباراه الدوري مباراه صعبه جدا، لذلك احنا بنطالب لاعبتنا ان شاء الله بالتركيز على مدار ال 90 دقيقة، واحدة من المحطات المهمة جدا، مباراة بيزيد من صعوبتها تعادل للنادي الأهلي في المباراة الأخيرة أمام فريق سموحة، وأيضا إن فريق سيراميكا على مدار اللقاءين الماضيين لم يستطع تحقيق الانتصار سواء بالتعادل السلبي أمام فريق الداخلية وتلقيه الهزيمة في اللقاء الأخير أمام فريق الاتحاد. مباراة صعبة جدا أمام واحد من المدربين المميزين جدا هو الكابتن أحمد سامي اللي دائما ما يجيد اللعب أمام النادي الأهلي، لكن خلينا نقول إن فريق النادي الأهلي النهاردة التركيز مطلوب، لعيبة النادي الأهلي مركزة تماما إنها تصالح جمهور النادي الاهلي بعد التعادل في المباراه الاخيره امام فريق سموحه. طبعا الفريق كان استأنف تدريباته على ملعب مختار التيتش، طبعا مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي عقد محاضره مع اللاعبين للحديث عن كل الجوانب الخططيه والجوانب الفنيه، وتحدث عن الكثير من الامور الخاصه خاصه في التعادل الاخير امام فريق سموحه، ايجابيات وسلبيات هذه المباراه، طالب اللاعبين بضروره التركيز وعدم التفريط في اي نقطه خلال المباراه القادمه. لعيبه النادي الاهلي بمعنويات مختلفه
تجديد الدوافع. اللعيبه النهارده ان شاء الله مركزه انها ان شاء الله تسعد جمهور النادي الاهلي وتبقى بدايه انطلاق ان شاء الله، البدايه النهارده ان شاء الله من مباراه سيراميكا كليوباترا. خليني اقول لك ان الاتحاد المصري كان اعلن او لجنه الحكام اعلنت عن طاقم تحكيم لهذه المباراه، قياده الكابتن ابراهيم نور الدين حكم الساحه، يعاونه هاني خيري ومحمد احمد لطفي، والحكم الرابع احمد منصور، اثنين على تقنيه الفار، خالد جمال الغندور ويوسف البساطي. طبعا يوم فريق النادي الاهلي النهارده اليوم المعتاد يا كابتن ايمن، تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3، المحاضره الفنيه المستر مارسيل كولر كانت في تمام الساعه 4:30. اللي احنا لامسينه وشايفينه وجود اللعيبه، لعيبه عندها تركيز انها ان شاء الله، يعني مش هنقول انها تصالح جمهور النادي الاهلي، لا، اللعيبه ان شاء الله كلها مركزه النهارده انها تحقق نتيجه مرضيه ان شاء الله للجمهور النادي الاهلي، مرضيه للعيبه نفسهم، مرضيه للجهاز الفني، تبقى بدايه انطلاق الفريق النادي الاهلي ان شاء الله النهارده من تحقيق الانتصار على فريق سيراميكا واستكمال مشوار النادي الاهلي نحو الوصول الى درع الدوري وعوده من جديد ان شاء الله درع الدوري الى النادي الاهلي. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من جديد. تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، وكل سنه وانت طيب يا فاروق، بمناسبه عيد ميلادك وعقبال 100 سنه. الحمد لله طمنا من فاروق على ان الاجواء الحمد لله كويسه. كل النهارده مزود نسبه تركيزه، عنده نسبه تركيز عاليه، عايز يعوض اللي فات، عايز يصالح جماهيره، عايز يستعيد الثقه. عندهم رغبه في الفوز النهارده عشان يرجعوا تاني. يرجعوا تاني باذن الله لمسيره الانتصارات والمحافظه على تصدرك للدوري. باذن الله مكسب النهارده للنادي الاهلي. كلنا ثقه في نجوم النادي الاهلي وفي الجهاز الفني. خلصت كلامي؟ لينا كلام كتير مع نجومنا الكبار، لكن هنطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. انتظرونا. تاني اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن مشرف. كابتن ايمن اهلا بيك. ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله، منور. الحمد لله رب. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا، شرفنا يا كابتن. ازاي؟ اهلا بيك، الله يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا، نورنا يا كابتن. ازاي؟ اهلا بيك. اهلا بيك كابتن بلال، منورنا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام ان شاء الله. ان شاء الله يوم يوم حلو ان شاء الله على النادي الاهلي وكل الاهلاويه باذن الله تعالى ان شاء الله، ويبقى اعاده للانتصارات باذن الله باذن الله رب العالمين. طيب نبدا بتشكيل الفريقين. تشكيل النادي الاهلي: محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، وقلبي الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. ثنائي خط الوسط الدفاعي اليو ديانج وحمدي فتحي، ورباعي المقدمه محمد مجدي، برونو سافيو، حسين الشحات، وشادي حسين. مره ثانيه: محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، ثنائي خط الوسط الدفاعي اليو ديانج حمدي فتحي، ورباعي المقدمه محمد مجدي، برونو سافيو، حسين الشحات، وشادي حسين. بدلاء النادي الاهلي النهارده
علي لطفي لحراسة المرمى، رامي ربيعه، عمرو السوليه، محمد شريف، كريم فؤاد، رأفت خليل، محمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد أشرف. بدأ تشكيل النادي النهاردة وهتلاقي فيه تقريبا 4 تغييرات. تشكيل نادي سيراميكا كليوباترا نقوله وبعدين بعد كده نبقى ننزل بيه. محمد بسام لحراسة المرمى، رباعي خط الظهر، محمد عادل ظهير أيمن، محمد شكري ظهير أيسر، وقلبي الدفاع رجب نبيل وأحمد رمضان. وسط الملعب الدفاعي يتكون من 2، محمد توني ومحمد متولي، ورباعي المقدمة محمود شكري، ميدو جابر، محمد إبراهيم، وجون إيبوكا. مرة تانية، محمد بسام، محمد عادل، محمد شكري، رجب نبيل، أحمد رمضان. خط الوسط الدفاعي يتكون من 2، محمد توني، محمد متولي، ورباعي المقدمة محمود شكري، ميدو جابر، محمد إبراهيم، وجوني بوكا. البدلاء عامر، أحمد ياسر ريان، محمد ناصف، محمود عبد الحفيظ، عبد الرحمن موسى، أحمد السيد، سيف طه، عمرو إسماعيل، عبد الرحمن حسن. كابتن شريف، مباراة صعبة خصوصا بعد فقدان نقطتين غاليتين للمباراة اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا من اول الدوري ان كل المباريات هتبقى مباريات كؤوس، خاصة للفريق اللي هو عايز ياخد بطولة، يحتفظ بالبطولة او عايز ياخد البطولة. والكلام ده مش الكلام لينا احنا بالذات، احنا لكل الاندية من تحت لغاية المقدمة كلها. اتفرجنا بقينا شايفين النتائج بقت حتى في الناس اللي هي في اخر الجدول. انت زي ما انت قلت احنا في الجوله 10 ابتدت النتائج حتى تحت تتحسن. صحيح. ابتدينا نشوف الداخليه ليها شكل تاني، ابتدينا نشوف حرس الحدود النهارده اعتقد متقدم باتنين على طلائع الجيش. فبقت كل الفرق مهما كانت ظروفها ومهما كانت امكانياتها واخده الموضوع مأخذ جد. بيبقى في فرق جماهيريه كبيره جدا زي النادي الاهلي طبعا، ونادي الزمالك، ونادي الاسماعيلي، ونادي بيراميدز اللي حط نفسه على الخريطه. بيبقى لها مفهوم واحد بس. الضغط الجماهيري اللي بيبقى عليها اللي هو الفوز. الفوز فقط. مفيش حاجه تانية. لازم تلعب على الفوز فقط. ايوه. انك تتعادل ماتش او ماتشين في ظل الظروف اللي احنا ماشيين فيها بيبقى فيها دروس كتيره قوي يا كابتن ايمن. صحيح. دروس كبيره جدا. اللي هي ايه؟ النهارده بلال هو بيفتح الكلام معاك بيقول لك ان شاء الله عوده الثقه ان شاء الله ان شاء الله بالتهديف وبالفوز والكلام ده هو شيء سهل باذن الله، وعودونا عليه اللعيبه. وهديك مثلا قريب جدا كان مباراه السوبر. فاكر مباراه السوبر اللي اتلعبت في دبي؟ طبعا. انت واحنا رايحين كانت كل التمنيات الطيبه ان انت تكسب، ولكن مفيش حد تخيل ان احنا هنبقى بهذا الشكل. ايوه. وبالسيطره دي. صحيح. بالاستحواذ ده وبالنتيجه دي وممكن تبقى اكتر كمان. فمين اللي عمل الكلام ده كله؟ هم نفس اللعيبه على فكره. بيخش عليك ساعات اصابات، ساعات ايقافات، ساعات حاجات بتغير من سيكولوجيه المدرب ان هو مش عارف يثبت التيم او مش عارف يلعب ماتشين ثلاثه ورا بعض ياخد الدفعه بتاعته هو وتثبيت اللي الدنيا كلها بتطالبه. أي. عدم تعديل في التشكيل لثبات التيم. أي. لان اللاعب لما يبقى جاي من نص الملعب مش كل يوم هيشوف اسلوب لاعب مختلف. ولكنه بيشوفه في التدريب. أي. ولكنه عايش معايا على طول يعني. ففي حاجات كويسه صغيره كده في الكوره، وفي حاجات بتيجي في مصلحتك زي التعديلات اللي بتحصل دي. مستر كولر بيقعد معاهم وبيعملوا الماتش تاني فيديو وبيشوفوا الاخطاء فين او عدم تنفيذ الفوز فين، ايه اللي اخر الفوز، ايه اللي اخرنا اول هاف تايم، ايه اللي ما خليناش ليه كنا اجريسيف جدا، وكنا رغم ان انت بتبقى مستحوذ، رغم انك انت
عندك جميع الاساليب من ناحيه الاطراف، والناس بتعرف تشوط، والناس بتعرف توقف الكره، والناس بتلعب بكل يعني، عندك الحرفيه وعندك الدريبلر فاحد الناس اللي ولكن تلاقي ايمن ايه بقى؟ كل اللي انا بقول عليهم دول تاني ماتش ما لاقيهمش. عبد القادر اتعور، متولي اتعور، خدت بالك؟ طاهر محمد طاهر بتاخر ما دخلش، هيعمل ايه الراجل غير انه هيعمل ايه؟ زي ما انت شايف هيحط برونو سافيو في المكان اللي هو بيحبه ناحيه الشمال، يقول ماشي عبد القادر مش موجود، برونو بيلعب في الحته دي كويس، معاه بلاي ميكر، هما الاثنين لعيبه كوره زي ما قال مستر كولر قبل كده في المؤتمر الصحفي، الاثنين دول انا باثق فيهم عندهم كوره حلوه. فيقدر يلعبوا الحته دي كلها، المنطقه كلها، بيجي في نفس الشكل علي معلول، بيبقى محتاج الناس فعلا اللي عندها فكره عن ازاي لما يحتفظ بالكرة ازاي يتصرف فيها. حسين الشحات من يوم للتاني، من مباراه للتانيه، من خمس دقائق لربع ساعه لهاف تايم لبدايه مباراه رجله خلاص رجع تاني للملعب وغاد الحساسيه بتاعت الملعب، وبيهدد وبيروح للجول، ويمكن اسرع واحد في الماتشين اللي قبل اللي فات واللي قبله كان هو حسين الشحات. يعني شادي حسين فرصه كبيره النهارده، انت لعيب كويس، ها مش ما فيش حاجه مطلوبه منك غير انك تلعب حتتك، تخلص في حتتك، تستغل علي معلول وتستغل الاطراف وتستغل الحاجات دي، وانت ما انت عملت كده قبل كده وكتير، يعني مش حاجه بعيد عنك. يعني عوده ديانج بتفرق كتير قوي يا كابتن ايمن مع الفرقه طبعا. ياسر ابراهيم مكان متولي للطبيعي وعادي، يعني مفيش حاجه، وزي ما احنا في الشكل الشناوي معلول وعبد المنعم وهاني. فانت اللي هيفرق معاك النهارده البدايه، ايه اللي هتفرق معاك النهارده؟ الروح. انا عايز اقول لك على حاجه، انا اتفرجت على سيراميكا والاتحاد الماتش اللي فات، سيراميكا عملوا ماتش مش ممكن، انا اتفرجت عليه انا كمان 10 على 10 اتخطفوا اول لا ينقصهم الراجل جاب فيهم جول حلو قوي، ولا ينقصهم غير ان هم يتعادلوا على الاقل. الحقيقه لم اتخيل ان هم هيتغلبوا، صحيح، والراجل موقفهم صح، ولاعيبه كبيره، محمد ابراهيم وميدو جابر اول مره في حياتي اتفرج عليه بهذا الشكل، حتى هو كان عندنا شكري الليفت باك وجاب جول ورقص الجول وبتاع، لولا انها كانت اوف سايد او حاجه زي كده. جون ايبوكا ومحمود شكري ومحمد شكري الليفت باك، وعندك احمد رمضان بيكهام لعيب استديو بيعرف يمسك كوره وفي مكانه بيبقى كويس، وبسام ومحمد شكري الباك ليفت، محمد عادل. فدي فرقه معظمه انا بسميها كده، دي فرقه واقفه على حيلها، عندها عمود فقري في كل خط وكده. فانت النهارده مفيش حاجه تدوب لك كل حاجه النهارده غير الهدف الاولاني والثقه في نفسك. صحيح. بس بالروح بقى. انا ليه جبت لك ذاكره ماتش السوبر؟ ها لعبت الاهلي في كل حته، اتنين تلاته ورا الكوره، الميز باس قليل جدا، الكوره الثانيه بتاعتك، هو ده اللي يضمن لك ان شاء الله ال 90 دقيقه. الهدف الاولاني ان شاء الله لو جه يا كابتن ايمن، صحيح، انا بحقق لك باذن الله نتيجه متعه وفوز باذن الله. صحيح. ان شاء الله كابتن اسامه، مباراه لتصحيح المسار واثبات الذات والمحافظه ان شاء الله على مكانك على قمه الترتيب. المشكله مش انك في قمه الترتيب، انت في قمه الترتيب من اول الدوري، والمحافظه عليه. لكن 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 المهم انك انت الفرص اللي تقدر تغتنمها، يعني ما تضيعش الفرص اللي بتجيلك من ايدك، عشان بعد كده هتخش في مباريات هتبقى مزنوق جدا. صحيح. لما تيجي تلعب بقى بطولة افريقيا، لما تلعب كاس عالم، ممكن ماتشات تتأجل عليك زي ما شفنا في السنتين اللي فاتوا، ودي بتبقى اصعب مرحلة لما بيبقى عدد كبير من المباريات تراكم عليك. ولذلك انت لما بتلعب والامور نسبيا مرتاحة، حتى لو انت بتلعب كل اربع ايام دلوقتي او كل خمس ايام، نسبيا الامور مرتاحة، انت جاي من اجازات، جاي اللعيبة كلها كانت مكتملة، حضرة فترة اعداد، لسه ما اتضغطتش قوي، فالفرص اللي تقدر تاخدها خدها، تستغلها. هي دي النقطة، مش انك انت، ما هو انت اول، ما انت لغاية دلوقتي انت اول، لكن ما تضيعش الفرص دي من ايدك. الماتشين ثلاثة اللي فاتوا انت افضل وانت احسن وانت اللي بتضيع فرص اكتر، ولكن باستثناء الماتش الاخير، انا حتى فاركو وقبليه فيوتشر، مظبوط، بس انا اللي انا اقصده، لا حتى الماتش الاخير ما انت كنت ممكن تكسب، هي مش القضيه انك تكسب، برضو انك انت محاولاتك تبقى اشرس من كده. يعني محاولاتك في المباراه من بدايه اللقاء تبقى اشرس واعنف من كده. ما تبقاش مستني
انك انت جيت في الدقيقه 80 ولا 85 ولقيت نفسك متعادل او خسران، تلاقي الحماس بقى غير طبيعي وعايزين نجيب الكره بسرعه والعدد حتى اللي بيخش جوه ال 18 اكتر، يعني بيبقى في شراسه. كل ما تلاقي نفسك اتزنقت الشراسه دي المفروض مطلوب من البدايه تستغل الموضوع ده، انك انت تنزل شرس، تستغل عدم ضغط المباريات بصوره كبيره في اول السنه غير لما هتخش في بطوله افريقيا. انا ممكن اسالك سؤال بصفتك كنت مدير فني فتره كبيره، احيانا اللعيب بيبقى عايز حد من بره يدوس شويه طبعا يوجهه، مش قصدي توجيه بعنف ولكن لا يحسسك اهميه الماتش الفتره دي انت لازم تعمل كذا. احنا اللعيب المصري اتعود على كده. مظبوط. اللعيب المصري يقدر يعمل الكلام ده من نفسه ولا محتاج حد من بره وراه؟ مدير فني وراه، مدرب وراه، حتى مدير الكوره ممكن يتدخل في الامور اللي زي دي. دي مش امور فنيه. لا بس هو مش مطلوب من المدير الكوره. لا انا بتكلم لو مثلا المدير الفني ما عندوش الحته دي. ايوه. او هو اجواء غير الاجواء. ايوه. فما عندوش الحته دي. ممكن اي حد يعمل الكلام دوت من الجهاز المساعد او الجهاز المعاون. مفروض. بص هو المديرين الفنيين عامة متقسمين لشخصيات. في مديرين فنيين حتى مع فرق كبيرة قوي، وده بنشوفه حتى في بطولة كأس العالم الأخيرة، بنشوفه في الدوري الإنجليزي، بنشوفه في الدوري الأسباني. في مديرين فنيين حاميين على طول. مزبوط. ما بيعرفش يبقى هادي. أنا برضو بتكلم في النقطة دي ليه؟ لان في ناس متخيله انك انت كل ما تكون قاعد على الخط واكثر ثباتا وقاعد ما يبقى هو ده المدير الفني اللي مركز وهو ده اللي واخد بال. دي مش حقيقه. يعني مستر مانويل جوزيه كان حامي جدا بس واخد باله من كل حاجه بتحصل في المباراه، بيعرف يدير المباراه، بيبقى مركز في كل حاجه. في اخرين كانوا يعني اكثر هدوءا وبيعرف يدير المباراه. يبقى اذا هي مش متوقفه انه اللي هو قاعد ساكت وما بيوجهش هو ده المظبوط او اللي هو صحيح، والتاني اللي بيزعق او منفعل او بيوجه او كذا انه ده مش مركز في الملعب قوي. مظبوط. وده شفناه في نوعيه بقول لك مدربين في حتى في بطوله كاس العالم الاخيره. مظبوط. انا اتملي بدي المثال بسيميوني مدرب اتلتيكو مدريد، طول الوقت مسخن الناس ومسخن اللعيبه ومسخن الجمهور، هو طبيعته كده. وعلى فكره تملي بتوع امريكا الجنوبيه حاميين شويه عن بتوع اوروبا وبالذات كمان الشمال الاوروبي، يعني هتلاقي بتوع البرازيل بتوع الارجنتين بتوع كولومبيا حاميين جدا وتملي مع الجمهور ومع اللعيبه. بتوع الشمال اوروبا اكتر كمان. يمكن البرتغاليين عندهم دي برضو لما بتوع البحر المتوسط شويه. بالزبط. كان مستر مانويل جوزيه، كان قبل كده جاريدو الاسباني. يعني اسبانيا البرتغال برضو فيهم حته الحميه. صحيح. احنا الاجواء بتاعتنا في مصر مش طول الوقت محتاجه انك انت تبقى مريح خالص مع اللعيبه. يعني انك انت تبقى هادي واخد الامور لانه علشان طبيعه اللعيب المصري. مظبوط. في ناس بيسرح في التعليمات الفنيه، في واحد بتلاقيه مشيت معاه كره بيزود قوي في مناطق خطر ممكن تسبب لك مشاكل ورا. صحيح. ما بيلعبش بالتزام على طول، فعايز حد وراه يوجهه وينبهه حتى لو مش المدير الفني يبقى مساعد. بالزبط. ممكن جدا يعني كابتن الفرقه، او مش ضروري كابتن الفرقه اللي هو اقدم واحد. الكباتن بتوع الفرقه الكام واحد الكبار بتوع الفرقه هم المفروض يوجهوا داخل الملعب، فالتوجيه ممكن بيحصل من بره وبيحصل احيانا من جوه من اللي هم الناس اللي عندهم قياده جوه الملعب. بس برضو بره انا متفق معاك ان في وقت لازم اللعيب يتنبه. اذا ما كانش من المدير الفني يبقى المساعد او المساعد الثالث، يعني مش ضروري حتى، يعني لازم يبقى في حد احيانا بيسخن وراه اللعيب. تلاقيه واقف وقفه مش منتبه، مثلا احنا بنهاجم مش منتبه لوقفة دفاعية، ممكن جدا الكرة ترتد يكون مثلا مهاجم لوحده خالص وهو مش مركز معاه. فكل دي عايزة تنبيهات شوية
فانا متفق معاك انه مش شرط انه المدير الفني طول الوقت يعني قاعد ساكت ما بيوجهش هادي قاعد على الدكه بس او واقف على الخط ما بيقولش اي حاجه، لا طبعا. واحنا بنشوف ده في كره السله، والكوره فيها من كره السله تلاقي مدربين كره السله بس يمكن عشان الاهداف رايحه جايه بسريعه الملعب صغير، لكن بتلاقي على طول المدير الفني بتاع السله تملي وتوجيهات مستمره وكده. طيب كابتن عادل، المباراه في غايه الاهميه لاستعاده الانصارات مره اخرى ان شاء الله واستعاده ثقه جماهيرك ومصالحتهم. شوف يا كابتن، احنا يعني الدوري العام 34 اسبوع، علشان تاخد البطوله لازم تجمع اكبر عدد من النقاط وتقل من التعادل والهزائم، ده الطبيعي في عالم كره القدم. النادي الاهلي النهارده عارف انه ضاع منه بونتين الاسبوع اللي فات، فلازم الاسبوع ده لازم ياخد يكسب المباراه ده من البدايه، دي رقم واحد. رقم اتنين بقى، انا يهمني اول حاجه اقولها ان انا ابعد شبح اللي قدامي اللي هو الايام القادمه، لان دي عملت فجوه عن المدير الفني الفتره اللي فاتت دي. اللي هو ايه؟ اللي هو انا هلعب ماتشات كتير، هلعب بطولات كتير، فانا لازم بعد ليها من دلوقتي. انا بقول ان خلينا واقعيين، خلينا نلعب النهارده ونكسب النهارده ونكسب بكره ونكسب بعده ونمشي بالموضوع خطوه خطوه. ليه يعني الناس بتتساءل مثلا، او انت يا كابتن ايمن ممكن تتساءل تقول هو ادائنا كان في البدايه؟ ده انا السؤال اللي جاي ده. في يعني خمس مباريات كنا افضل ناس، ليه احنا قلينا؟ ليه اسباب؟ ست مباريات بالظبط. ست مباريات. اثنين مع الاتحاد المنستيري كاس افريقيا، ايوه، زمالك سوبر، والبدايه مع اسماعيلي تمام واسوان، وكان في ماتش تالت كسبناه برضه. عملنا اداء متميز. والداخليه 4-1. عملنا اداء متميز قوي، وبعدين نزلنا شويه. ليه؟ اهم سبب. والاتحاد. لا ده بعد كده. وبعد الايقاف. اهم سبب. اولا الايقاف. ثانيا الخوف من قدام المباراه القادمه. ودي حاجه بالنسبه للمدرب بتبقى يعني بيشتغل عليها، لما يشتغل عليها بتبقى بدري شويه بتعمل رد عكسي. الحاجه بقى المهمه عدم الثبات في التشكيل. خلينا نتكلم بواقعيه، لو اتفرجت على اول ست مباريات كان الحيره فقط لا غير مركز راس الحربه، فراس الحربه مين؟ شادي ولا شريف ولا حسام؟ واللي كان بيدي كان بيتوفى. بدانا يجي تطلع بقى بعد ايوه بس الثبات. انا معلش انا هقف معاك هنا في حته معينه. اتفضل يا كابتن. بص، هو انا ممكن احس بان المنحنى نزل شويه بعد ما رجعنا من الايقاف. تمام. فنيا. ماشي. وذهنيا. ماشي. طب بدنيا نزل ليه؟ ما انا كنت هكمل لك الاسباب. ما من الاسباب هتلاقي الرد ده. اتفضل. انت الحاجه الاولانيه كان عندك اللخبطه في الراس حربه بس، او لسه ما وصلتش للراس حربه مين الاساسي. كويس. انت اللياقه البدنيه قلت عندك لانك انت طول الوقت بتقارن ما بين اثنين سرد باكات بتلعب منهم واحد. التلاته نص ملعب ديانج وحمدي فتحي وبتلعب منهم واحد. الناحيه الاماميه ممكن تلعب واحد النهارده ما تلعبوش الماتش اللي بعده. هنا اللياقه البدنيه بتتاثر لان لياقه المباراه هو حب يقسم، انت فاهمني يا كابتن؟ هو حب يقسم الـ 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 البدايه مش بعد، يعني حب يدور او يتقال يجهز مجموعه كبيره للخوف من قدام. وده اللي انا قلت لك في اول اسباب. بص يا كابتن، التدوير بعد التثبيت دي في كره القدم، بمعنى هتدور ازاي لما لازم تثبت الاول. ثبت التيم بتاعك الاول يلعب مباريات كتير تبدا تدور وتريح، تقدر تدور وتريح اللاعبين، لكن ما تجهزش الهاجس بتاع الكاس العالم. يعني بعده خلينا نقولها تجهيز مش تدوير. ما هو برضه التدوير بيبقى مرتبط احيانا بعنصر الاجهاد. ما هو في الكوره يعني بص يا كابتن، التجهيز انك تجيب
اكبر عدد ممكن من تجهيز اللعيبه، عشان كده اللياقه البدنيه قلت. ليه؟ لان لياقه المباريات انت بتاخد ماتش والتاني والتالت فبتدخل في لياقه المباريات، بعد ما بتدخل في الاول والتاني او التالت بتتشال، فبينزل واحد ياخد المباراه لياقه المباراه الاول والتاني والتالت وبعدين يتشال، فانت مش هتوصل لجاهزيه المباريات، عشان كده اللياقه البدنيه قلت. هو ده السبب، ملوش سبب فني الا غيره، اللي هي حته اللياقه البدنيه. الحته الذهنيه بقى، عدم معرفه اللاعب انه اساسي او احتياطي، دي ناحيه نفسيه بتوصل للاعيبه. كره القدم قدرات، لازم في رقم واحد ورقم اتنين، الدنيا كده ما ينفعش. حتى في الارقام، انا بكلمك في كره القدم عامه، حتى في ارقام اللاعب، في واحد بياخد جنيه واحد بياخد مليون جنيه، ابو مليون جنيه ده يلعب في اوروبا. لو انت بتاخد 5 جنيه وانا باخد 10 جنيه وانت نزلت لعبت مكاني مباراه ها واديت وجبت 3 جوان، هيتتشال وهيلعب ابو 10، لان هي اقتصاد. كره القدم صناعه، بقت صناعه. وبعدين المباريات واستمراريات المباريات والفكر والحته التجانس بتاع الفرقه دي حاجه مهمه في كره القدم. اللي حصل لك الفتره اللي فاتت في تذبذب المستوى هذا الفكر، يعني بص بقى في نقطه تانية مهمه قوي، ويمكن انا اتمنى ان النادي الاهلي يفكر فيها تاني، اللي هو تغيير الملعب. لازم تروح تلعب في استاد القاهره. ليه؟ اي فرقه بتيجي تلعبك في الملاعب الضيقه والصغيره، لانه انت ما حدش بيهاجمك. مظبوط، ما فيش فرقه بتهاجم النادي الاهلي. كل الفرق بتيجي تدافع قدام النادي الاهلي، الدافع الملعب صغير تضيق المساحات عليك. لا، استاد القاهره واسع عشان تلعبهم ويلعبوك، انت فاهمني؟ دي برضو من ضمن الاسباب. الحاجه الاخيره بقى وننهي بيها الامر، فرصة التهديف عند النادي الأهلي في اللاعبين بعدم الاستقرار بتاع الفراودة بتبقى قليلة للغاية. فده اللي أنا عايز أقوله، إنك أنت يجب إنك أنت تعيد نظام الأساسي والاحتياطي وتدي اللعيبة عشان تجهزهم تجهيز كامل. حاجة الأخيرة أنا بقول لجمهور النادي الأهلي، ما تزعلش، ليك حق انك تزعل وليك حق انك تغضب من لعيبتك كده، بس خلي بالك لعيبتك دي اللي هتكمل معاك السنه، ولعيبتك دي اللي هتشتغل معاك طول السنه. عاوزين نحافظ ونشتغل كويس معاهم كجمهور، احنا بنشكركم جدا، وما تزعلوش من اللعيبه قوي، لان هيفرحوك ان شاء الله الايام الجايه. طول عمر جمهور النادي الاهلي بيقف في ظهر لعيبته. طبعا صحيح. طيب كابتن بلال، يمكن كنا بنتكلم انا وانت الماتش اللي فات عن ايه الفرق بين قبل وبعد، هم نفس اللعيبه وهو نفس المدير الفني. كابتن عادل قال شويه اسباب. طيب علشان نرجع ونبقى زي البدايه بتاعتنا اللي احنا ابتدينا بيها، مطلوب ايه؟ في حاجات مطلوبه من المدير الفني مش هنتكلم عليها، دي بتاعت المدير الفني. لا، مطلوب ايه منك كلاعب؟ لا، مطلوب حاجات كتيره من اللعيبه يا كابتن. اللعيب من وجهه نظري هو الاساس، من وجهه نظري يعني ان اللعيب هو يعتبر رقم واحد، اللي هو لان هو المنفذ. يعني حتى انت النهارده لو جبت مدير فني وعمل وابدع في احسن خطه في العالم وحط لك احسن تاكتكس وقرا الفرقه اللي قدامك بشكل كويس وبتاع، انت في الاخر انت اللي بتنفذ. صح. انا كلاعب اللي بنزل انفذ، انا كلاعب اللي بباصي، انا اللاعب اللي بستقبل، انا كلاعب اللي بدافع، انا كلاعب اللي بشوط على الجول. يعني المدير الفني هو ممكن يقدر يوصلك بافكاره انك تبني هجمه، لكن مش هيوصلك انك تجيب جول. تمام؟ هيوصلك بافكاره انك تعمل بلوك كويس، لكن مش هيوصلك انك تقول لك في التايم ده اعمل تاكلينج. ماشي؟ مش هيقول لك انت طلعها في الحته، مش يعني هو في بيزكس كده في 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 في, في, في الكوره يعني، لكن الموهبه تمام والاصرار والعزيمه والروح هي دي اللي بينتجها او بيشتغل عليها اللعيب في الملعب. حلو. وهي دي الحاجات اللي بتفرق لعيب من لعيب، وهي دي اللي بتعلي اسعار لعيبه وبتقلل اسعار لعيبه تانية. احيانا وفي ماتشات كتير عدت علينا كلنا على مدار السنين، احيانا ما بتكونش موفق، احيانا بتحس ان انت لا حيين مش احيانا، حيين على فكره كتير جدا.
احيانا بيبقى ادائك الفني مش هو صحيح. وانت بتبقى حاسس صح، بس في حاجه بتميز لعيبه النادي الاهلي عن كل اللعيبه وكل الفرق دي. طبعا السبيريت، الروح يا كابتن، الروح القتاليه. انت النهارده هو النادي الاهلي يعني معروف بايه؟ يعني معروف بايه؟ بالروح القتاليه، تاخد بالك؟ يعني انت كل ما تمشي في الشارع يقول لك ايه؟ روح الفانيلا الحمر. صح، روح الفانيلا الحمر، يعني في كل مكان. أيوة. وفي كل زمان حتى المنافسين يقول لك كده. اه طبعا طبعا، يعني احنا يعني لما كنا بنلعب كوره وانتوا بتلعبوا وقبليكوا الكباتن وقبليكوا، انت دايما في عامل مشترك هو روح الفانيلا الحمر. خلي بالك الفرق المنافسه لما كانت بتكسب يقول لك ايه؟ اهي روح الفانيلا الحمراء اللي بيتكلموا عليها. اه طبعا، طبيعي يا كابتن طبيعي. خد بالك، هو انت ليه انت اكتر فرقه بتكسب في الدقيقه 90 وبلس 90؟ ليه؟ عشان انت بتقاتل لحد صفاره الحكم، بتقاتل يعني. خد بالك، انت النهارده الطبيعي بتاع الفرقه العاديه ايه؟ انه يجي من الدقيقه 80 يحصل عنده يبقى داون، اللعيبه خلاص تبقى ايه يعني مش في افضل حالتها. فبتيجي من الدقيقه 80 تحس ان هو خلاص فقد الماتش. آه. الروح عنده قلت. صح. العزيمه والاصرار قل، حاسه ان الماتش ضاع منه. يعني انا فكرت بماتش قريب مش بعيد مع نفس اللعيبه على فكره. بالزبط. بنفس يعني نفس التيم. أيوه. مباراه انبي يعني مش بعيد عن الموسم اللي فات، يعني من كام شهر تقريبا. يعني انت مغلوب لحد دقيقه 92 تمام، 1-0 مغلوب تمام. المباراه بتنتهي لصالح النادي الاهلي. صح. في دقيقه 98. صح. يعني انت في 6 دقائق جبت جولين وكسبت الماتش مزبوط. تمام، دي معلوم. ايه على فكره دي لا امكانيات ولا مهارات. تمام، مش عايز اقول ان هي ما عندهمش امكانيات، بس اقصد اقول ان اللي يخليك توصل في الدقيقه 92 روحك العالي تسجل هدف، ومش بس تستكفي بكده وتسجل في الدقيقه 98، لا، الروح القتاليه اللي كانت موجوده عند اللعيب. عايزينهم بقى دول يا بلال، ها، في اول 10 دقائق طول الماتش يا كابتن. اه طبعا طول الماتش، بس انت بتتكلم سبيشال. يعني انا فاهم في اول مع صفاره الحكم، عشان يعني زمان كنا بنعمل ايه يا كابتن زمان؟ انك بتنزل الماتش ترعب الفرقه اللي قدامك. تمام، انت يعني كان في زمان يعني واحنا حتى في الناشئين كان ربع ساعه كان معانا كابتن مختار. اه ماشي، كان بيجرب الخشين كان يقول لك انا مش عايز اول ربع ساعه مش عايز مهارات وفرديه وبتاع وباص وحرق، انا عايز وسود في الملعب. يعني عايز وحوش بص. أوه. اجري على اي كوره في الملعب. أيه. في اي حته. تمام، فتنزل انت الملعب اساسا اول ما تشوفك الفرقه الثانيه مشحون، انت بتعمل كل ده، بتضغط هنا وبتضغط وبتضغط هنا وبتحاول تستخلص الكوره وبتقطع على فكره معظم مدربينا كانوا يقولوا كده. يعني معظم المدربين برضه كان خالد جلاله كان بيقول ايه؟ كابتن خالد جلاله وكابتن جوهري تمام، كله كان بيقول لنا كده. فانت كابتن سلام، فتتربى انك من اول ثانيه انت بتقاتل في الملعب تدي. خد بالك دي مسج الفرقه اللي قدامك، تقول له انا الماتش ده انت مش هتخرج سليم. أيوه. مش هتخرج، يعني مش هتتدرب. أيوه. يعني قصدي مش هتخرج كسب، مش هتخرج متعادل. تمام، لا، الماتش ده بتاعنا احنا اللي هنكسب الماتش ده. هي دي الرسائل الاندايركت اللي بتوصل للفرقه اللي قدامك. فانا كل اللي بنطلبه من لعيبه النادي الاهلي يعني الفتره اللي جايه ابتداء من النهارده، ان اعاده اظهار روح الفانيلا الحمراء تاني، اعاده اظهار الروح القتاليه اللي عندكم. النهارده ما ينفعش تبقى انت لعيب نادي اهلي تمام بالفاليو الكبير اللي عندك ده اللي بتاخده من النادي، انك انت تخسر 3 دوري ورا بعض. تمام، لا، جمهورك مش مستحمل. انت الى الان انت الافضل، الى الان انت رقم واحد، انت الان انت في التوب رقم واحد تمام في جدول الدوري، وعندك الامكانيات والقدرات. عندك الامكانيات والقدرات ليه؟ عندك الامكانيات والقدرات. انت قبل التوقف تقريبا 5 ماتشات في الدوري اعتقد كانوا 5 ومكاسب حلوه مستريح، كانوا 3 دوري و2 افريقيا وكاس واحد 6 مباريات تمام، من ضمنهم مباراه بره ملعبك لو تفتكر الاتحاد المنستيري اللي كان كل الناس بتقول لك الاهلي واقع مع تيم قوي. اه تيم قوي، بس الاهلي لما بيعوز، لما بيقرر تمام، هو اللي هو اللي هو 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 صاحب القرار. في حاجه مهمه كمان عايز اتكلم، نقطه يعني لازم اللعيبه تاخد بالها منها قوي 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 قوي. طول ما انت قوي جوه الملعب وبتكسب محدش يقدر يعمل لك حاجه، تبقى قوي بره الملعب بس كده. لا مش العكس، لان في ناس خد بالك العكس، في ناس عايزه توقعك. العكس مش صحيح يا كابتن. ايوه بالظبط، انت طول ما انت جامد جدا جوه الملعب، بره الملعب قوي جدا طبعا. لا في حد هيقدر، لو في حد هيقدر، ده اصل اللعيبه بتسهر، لا ولا حد هيوقفك، بتدخل اصل اللعيبه ما اعرفش مش مرك... لا 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 استحاله. صح. طول ولا حتى جامد. المنافسين هيقدروا يعملوا لك حاجه كابتن. بص طول ما انت بتكسب هو طبعا. بص انت احنا بقالنا سنتين ثلاثه عندنا تحدي بره الملعب، التحدي اللي هو ايه؟ ان الناس بتحاول تعمل تفكيك للفرق او تشتيت للعيبه داخل الملعب، فبتبتدي تدي لك تصريحات،
اصل فلان بيتخانق مع فلان، اصل فلان عنده مشكله شخصيه، اصل فلان مش عاوز مين يتجوز على امراه، يعني حاجات كتير بره الملعب عشان تشتتك جوه الملعب. صحيح. انت لو جوه الملعب قوي مركز مظبوط بتكسب، مش هتدي فرصه لاي حد يتكلم. صح. حتى لو اتكلم الكلام اعتقد مش هيبقى له اي تاثير. مزبوط. على الاطلاق. مزبوط. فانت النهارده مكسب النادي الاهلي ابتداء ان شاء الله، اتمنى باذن الله النهارده تبقى مكسب مع مباراه قويه، حتى لو ما كانش في مباراه قويه يبقى عايزين برضه محتاجين مكسب النهارده. تمام. خلي بالك ده اللي دايما بنتكلم عنه، يعني انا دلوقتي في مرحله صعبه جدا جدا، انا في مرحله عايز اكسب كل الماتشات، ممكن ما اكونش موفق النهارده حلو، بس الايجابيه انك تعرف تجيب لي 3 بونص. بالظبط. ودي خلي بالك سمه من سمات فرق كبيره، ودي سمه من سمات النادي الاهلي على طول. ما هو ده اللي بنتكلم. بص يا كابتن، الدوري محتاج انك كل ماتش انك تلعب كويس وتسجل وتكسب. ممكن النهارده الحاله ممكن النهارده يبقى الحاله المعنويه الحاله البدنيه مش كويسه، مش افضل حالاتك. تمام. أي. وتستمر الفتره. صح. وانا في الحاله دي لازم احافظ على المكسب. صح. اكسب 1-0 مش مهم. صحيح. في الدقيقه 80 في الدقيقه 90 مش مشكله، في الدقيقه 95 مش مشكله، في الدقيقه 93 مش مشكله. مظبوط. هترجع كل ماتش بيعدي عليك بتكسبه هتاخد ثقه، ادائك هيتطور، المدير الفني هيفكر كويس. المنافسين خد بالك انت طبعا يأسو. المنافس خد بالك انت لما بتكسب انت وحش المنافس بيجي له احباط. طبعا تاخد بالك هو بيحبط. طبعا. يقول لك بص خلاص طب لو بقى كويس هيعمل ايه؟ مزبوط. هكسب 2 و3 و4. مزبوط. فانت هو الفتره اللي بتبقى فيها وحش دي الفتره اللي المنافس فيها بيترقب هتعمل ايه؟ هي. لو انت بتكسب ماتش ورا الثاني وانت وحش اعتقد انت مش هتفضل وحش 3 4 5 6 ماتشات ورا بعض وبتكسب، مفيش حد في الدنيا بيعمل كده، لكن وانت وحش بتكسب اعتقد ممكن تتحسن بشكل كويس، لانك كمان هتدي فرصه للمدير الفني واللعيبه كمان هتاخد ثقه في نفسها. صحيح. تمام. انما النهارده ما بقاش وحش او مش ماشيه الكوره معايا او داي اوف بالنسبه لي او عندي اي ظرف من الظروف وابقى مش مقاتل مش محارب، لان خد بالك يا كابتن المكسب. صح. له اسباب. مزبوط. المكسب ما بيجيش كده اعتباطا، المكسب ممكن انا النهارده انا وكابتن علي كابتن شريف نبقى اوحش حاجه فنيا في الملعب، لكن ممكن يعني بس روح القتاليه عاليه جدا. صح. فربنا سبحانه وتعالى يديك المكسب, المكسب. صح. عشان الحته دي. سبب الفوز يا كابتن ايمن. ايوه كابتن. اللي قالوه الكباتن كابتن عادل، احنا بنلعب مباراه كؤوس. انت بتلعب كل مباراه، لا تقول لي انا عندي كاس العالم للانديه وعندي افريقيا، لا لا انا النهارده ايه سيراميكا ما اعرفش، لما اطلع من سيراميكا ابص على اللي جاي بيراميدز. صحيح. كل ماتش لوحده. مزبوط. كل ماتش انا بفكر ازاي اطلع ويننج منه يعني. صحيح. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في جميع مبارياته. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى مع نجومنا الكبار، انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تشكيل النادي الاهلي ورايك فيه. كنت في البدايه كلمتك عن الظروف اللي احنا الراجل مش قادر يعمل غير في كل مره في نفس الشكل اللي اتكلموا عليه الكباتن برضو، اللي هو السنتر فيرويد او العمق الهجومي بتاعك، نفس اللعيبه برونو سافيو قفشه وحسين الشحات. اعتقد ان المره دي في شكل، في شكل للاربعه اللي قدام وشادي حسين وراهم ديانج وحمدي فتحي. انا في تبقى قناعات كده يا كابتن ايمن وانت بتشوف التشكيل، دي لعيبه عندها كوره. لعيبه لما هيحصل الكومباكت بتاع الفرقه كلها على بعض اعتقد ان الكره الثانيه هتبقى بتاعتك كلها. كل اللعيبه اللي موجوده دي بالشكل بس اللي كلنا اتكلمنا فيه، الروح وبدايه الضغط السليم وعدم الميز باص، مفيش واحد في الفرقه دي ما يقدرش يفاجئك. انا عايز اقول لك على حاجه، الفتره اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنها اسباب الفوز كانت ايه؟ ان بيجي لك لعيب من اللعيبه اللي انت شايفها دي بيبقى يومه. مره تلاقي كريم فؤاد يروح جايب لك جون ويصدق نفسه كويس، طاهر محمد طاهر يروح جايب جون وهو نازل وبيفكر ان النهارده لازم يكون ليه وجود، عبد القادر يكون مع اداءات ناس ستاندر. علي معلول من ساعه ما رجع من وقبل ما يرجع الراجل بيلعب كوره وشايف الملعب كويس قوي، ودايما عامل لك لحظه استلام وتسلم 10 على 10. دايما عندك الامل فيه اللي هو بدايه الهجمه، وساعات بيقطع كمان اللي جوه بيخش بخطر جدا جوه ال 18. فكان يبقى في لعيبه قادره انها تجيب لك الفوز من غير مسميات احد الناس. مين يقول ان قفشه ما يجيبش جول في وقت؟ مين يقول ان السولية وهو بيلعب ما يشوطش شوطه يجيب جول؟ حمدي فتحي بقينا بيلعب سنتر فيرود وبص عليه هو ايه اللي دخله هنا وايه اللي جابه هنا، هو الروح اللي انت كنت بتتكلم عنها واللي بتطالبها. الكلام ده لو في اول 10 دقائق ربع ساعه الحكايه دي موجوده انت بتحبط اللي قدامك. صحيح. ما بتخش يعرف يفكر ازاي يبني معاك هجمه طول ما انت
واقف على حيلك كويس، انت كل العناصر جايه، ديانج لامم الدنيا وحاضنها وبياخد الكوره، اللي عارف لو لعب 30 40 دقيقه وانت التوفيق معاك في الكوره اللي قلنا اسامه كان بيقول لك اي فرصه بس انا اهتم بيها واجيبها، ها لو انت التوفيق ده عندك وجبت جولين ثلاثه المفروض تخلص. ساعات كنا بنمر بظروف كده ونرجع في اول دقيقه جول، حسين الشحات تلعب له كوره طويله من عبد المنعم ماشي يروح قاطع جايبه جول في اول دقيقتين، ويروح متكرر محمد شريف وراه يروح الشكل الطبيعي بتاع النادي الاهلي. فبالنسبه للفرقه وانت بتتكلم جميع الناس اللي قاعده بره وجميع الشغل اللي اي مدير فني زي ما قالك بلال، انا بتمنى ان فرقتي تنزل تديني كل اللي عندها. مزبوط. انا ما عنديش خيانه في انا عندي ضغوط او كل حاجه في بتاع، بس دي شئت او لم تشئ انت النادي الاهلي. واحنا كم واحد في مصر دلوقتي قاعدين بيتفرجوا على ماتش الاهلي وسيراميكا؟ كتير. الاهلاوي واللي مش اهلاوي. صحيح. يعني داخلين في 100 مليون. وبره مصر كويس؟ ليه؟ النادي الاهلي عنده مباراه مع مين؟ مش مهم، النادي الاهلي عنده مباراه. ف باذن الله التوفيق ان شاء الله بالنسبه للعيبه دي، مفيش اي حاجه حصلت خالص يا كابتن ايمن، عايز اقول لك على حاجه وبكررها دايما في كل السوشيال، مفيش فرقه في العالم حتى احنا لما كنا بنلعب اسرع لعيبه جت في تاريخ النادي الاهلي السبعينات، كابتن مصطفى عبده وطاهر الشيخ والخطيب ومختار شريف وزيزو، فرقه انت مش عارف مين هيكسبك. صحيح. كنت انا وجمال عبد الحميد اقل الحكايه يعني. فهمتني؟ وسرعات وباص وصفوه الله يرحمه البليميكر ومحسن صالح وجمال عبد العظيم وجمال عبد ايه الحلقه، سيبك من الديفنس اللي بتاع منتخب مصر اللي ما بيتغيرش. صحيح. حراس المرمى ما بتتغيرش. فايه ايه اللي بيميز النادي الاهلي دايما؟ كانت كان الراجل يقول لنا ايه، وانت عشت معانا الفتره دي لحقتنا يعني، الماتش يخلص في اول 10 دقائق. مظبوط. لو انتوا عايزين الدنيا وتلعبوا سهل وتنبسطوا، واشوف شريف بيرقص واشوف مختار عايز يعمل مش عارف ايه وخطيب يعمل حتتين بتوعه، ها الراجل كان يقول لك ايه، خلص المباراه في اول 10 دقائق. تقدر تخلص وما تقدرش مع ايه؟ فرق الامكانيات بتاعت زمان كمان في الفرق. انت كان عندك فرق الاتحاد الاسكندريه والمحله وفرق تخض الاسماعيلي، انك تكسبها او تتعادل معاه ده طبيعي جدا يعني. والزمالك كمان كانت كل الفرق قويه، كل فرقه تلاقي فيها 3 4 5 عناصر قويه جدا وبتتاخد منتخب مصر. ف مفيش اي حاجه مطلوبه غير الروح والله ثلاثه والثقه في نفسي، شخصيه النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه، تلعب لعبه عادي كمان ويثق في اللعيب اللي جنبه. صحيح. ما يقولش ده هيبصيلي ولا مش هيبصيلي هيداني، لا العب عادي جدا طول ما انت حالتك البدنيه تسمح لك بكده. صحيح. طيب كابتن اسامه، في اكتر من تغيير النهارده في تشكيل النادي الاهلي. في ياسر ابراهيم بيبدا، اليو ديانج بيبدا، محمد مجدي بيبدا، حسين الشحات بيبدا، شادي حسين بيبدا، يعني تتكلم على تقريبا تغييرات قد تصل خمسه لنص الفريق. طيب خمس تغييرات. هو في تغييرات اضطرارية. يعني محمود متولي اصابه واحمد عبد القادر. مظبوط. فياسر ابراهيم منطقي، وياسر ابراهيم لعب كتير كاساسي يعني السنه اللي فاتت، يمكن السنه دي ما بيلعبش بصفه دايمه لكن موجود ولعيب كويس ياسر لما يبقى في الحاله الطبيعيه بتاعته. التغيير الثاني ديانج في نص الملعب، واحنا قلنا قبل كده انه السوليه وحمدي، ديانج والسوليه، ديانج وحمدي، يعني اي اتنين فيهم حتى السنتين اللي فاتوا كان بيحصل كده. وديانج السنه دي تحديدا كان في قمه المستوى لما كان بيلعب على طول. الفتره اللي غاب فيها وبعدين رجع لعب يمكن في ماتش كان عمله اقل من الحاله بتاعته، بس ده مش الطبيعي بتاعه يعني. ديانج تملي من الناس اللي احنا بقى بنقول مستوى ثابت، مستوى ثابت. والجزء اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه، حتى لو هو مش موفق تلاقيه بيجري الكميات الجري عنده كتيره، بيغطي مساحات كتيره. صحيح. في الملعب. صحيح. وبتلاقي نص الملعب دفاعيا كمان متامن يعني، ما انت مش قلقان حتى لو حمدي بيزيد مثلا او لو كان السوليه جنبه بيزيد. صحيح. هو عامل تغطيه في مساحه كبيره. صحيح. وبيمنع هجمات كتيره، هجمات مثلا عكسيه، لان الفرق معظمها بيلعبك زون او في تلت ملعب، تلت ملعبه او نص ملعبه، وبيعمل على هجمه مرتد. ياما ماتشات كان تلاقيه صح بيوقف هجمات، بيستخرج الكوره بسرعه وبيرجع لك الاستحواذ مره ثانيه. مظبوط. وبيرجع الاستحواذ بسرعه. فديانج وجوده مهم.
حسين الشحات ناحيه الجناح اليمين. حسين فتره طويله ما كانش بيلعب، بس في ماتش اللي هو قبل اللي فات كان ابتدى فيه اللي هو بتاع فيوتشر وادى شوط كويس، حتى احنا اثنينا عليه وقلنا حسين واعتقد كان عمرو السوليه هم قلنا هم الاثنين اللي كانوا كويسين في الملعب. بعد كده قعد الماتش اللي فات وهو راجع تاني، راجع بس هو راجع وهو في قعدته كان كويس. أيوة. يعني في أيوة. فتره الناس كانت بت مثلا بتلوم حسين، بتقول مثلا شوية. المفروض تأدي احسن من كده. هو الماتش اللي لعبه اللي ابتدى فيه كان كويس، والجزء اللي نزلوا الماتش اللي فات برده كان كويس. ايوه فبدايته برده جيده، قفشه في المكان الطبيعي بتاعه اللي احنا بنقول ان هو من وجهه نظرنا انه اصلح واحد في لعيبه النادي الاهلي في المكان ده. لو انت بتلعب بشكل تاني ممكن نتكلم في حاجه تانيه، لكن في رقم 10 ده او احيانا الناس بتقول 9.5 لو هو قريب من الفيرويد يعني، لكن قول 10 اللي هو بيعمل لك استحواذ على الكوره، اللي هو بيعمل لك صناعه لعب. واحنا شفنا الماتشات اللي فاتت حتى لو قفشه مش في احسن حالاته عمل كام هجمه لاكثر من لاعب اجوان يعني في الثلاث ماتشات الاخيره اللي بينزل فيها او اللي بيبتدي فيها. صحيح. فبرضو طبيعي. برونو سافيو ناحيه الشمال، هو برونو سافيو لسه في حيره، مره بيبتدي 10 او 9.5 دي، مره بيبتدي في الجناح الشمال، مره بيبتدي 9 اللي هو الماتش اللي قبل اللي فات. فهل هو النهارده هيلعب برونو سافيو برضو قدام وهيلاعب شادي حسين على الجناح الايسر؟ لان هو احيانا في ماتشات عمل كده، بس المره دي لما عمل كده مع شادي كان شريف هو اللي راس حرب كان جوه بالظبط، وشادي بيلعب ناحيه الطرف الشمال. لكن النهارده اعتقد انه بس هيحصل فيها تبادل، يعني برونو سافيو هيبقى ناحيه الشمال وشادي هو رقم 9 او راس الحربه الطبيعي يعني. صحيح. فماشي التغييرات يعني ما فيهاش مشكله منطقيه، سواء للاصابه او لاراحه بعض اللاعبين او يعني عدم رضا عن بعض اللاعبين فبيدي فرصه لحد تاني، كل الكلام ده معقول، ولكن يعني نفسنا الامور برضو تستقر على تشكيل معين، ما يبقاش فيه تغييرات اكتر من اثنين مثلا كل بدايه او واحد يعني. طيب. فبالتوفيق للناس اللي هتبتدي ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، فرقتين بيلعبوا بنفس الاسلوب 4-2-3-1، واللي احنا عارفينه عن سيراميكا كليوباترا عندهم لعيبه كوره كويسه كتير، ما بيلعبوش جيم مقفول ابدا، بيلعبوا بطريقه لعبهم العاديه جيم مفتوح على طول في اي مباراه بيلعبوا كده. النهارده افتكر سيراميكا كليوباترا ممكن الكابتن احمد سامي يبدا بدايه غير اللي احنا معتادينها منه، يعني يلعب في نص ملعبه ما يفاجئش النادي الاهلي، مش مفاجاه لان هو طريقه لعبه كده، طريقه لعبه مفتوح، ممكن يغير طريقه اللعب النهارده؟ لا، هو مع النادي الاهلي هيغير طبعا، هيلعب 4-1-4-1 اكيد، يعني هو بيعملها 4-2-3-1 لكن مشتقاتها هو بيلعبها مع الفرق الكبيره 4-1-4-1، بيرجع شكري وبيرجع ميدو جابر للدفاع في وسط الملعب، وممكن محمد ابراهيم يبقى رابع وينزل توني او محمد متولي قدام الاثنين. يعني اصل هي المرونه التكتيكيه، انت بتلعب فرقه كبيره النادي الاهلي، انت في حاجه من لازم الناس كلها تعرفها على النادي الاهلي. النادي الاهلي من الانديه اللي، واخد من كلام الكابتن شريف كان كلام مهم جدا، الهدف بتاع اول 10 دقائق الناس كلها عارفه ان النادي الاهلي لما ينزل يجيب هدف في الاول هيغيروا البلان بتاعه، فهيشتغلوا معاك مهاجم فهيهاجموك، فالملعب هيبقى مفتوح، فقدرات النادي الاهلي هتبقى عاليه. ده في فرق انت بتجيب فيهم جون الاولاني بيستنوا لغايه اخر ربع ساعه ويجازف معاك. هكذا كره القدم. ليه الفرق الكبيره في العالم كله اول ما بتنزل لازم تعمل ضغط عالي؟ علشان الحته يتسلل للفرقه الاخرى الياس من الحته بتاعت ان الفرقه صاحيه النهارده عاوزاك، عاوزه تعمل حاجه، فدي حاجه مهمه جدا. لكن النهارده سيراميكا كليوباترا لما تيجي تلعب مع النادي الاهلي هتلعب، ممكن يوريك في مدربين اذكياء، ممكن يوريك انه بيهاجم لكن هو بيدافع اصلا، يعني ممكن يعمل حته ضغط قدام في لعبه او اتنين ويرجع تاني يشتغل، وبعدين يروح يعمل واحده تانيه وبعدين يرجع يشتغل. مفيش حاجه اسمها دلوقتي يا كابتن ايمن في التكتكس في العالم الضغط العالي طول الماتش، او النظام اللي هو متاخر الدفاع المتاخر طول الماتش، في مزج ما بين الاثنين. كل فرقه لعب، حتى الكبيره، الفرقه الكبيره
بتشتغل ممكن انا اضغطك اول خمس دقايق وبعدين اقف اجمع عشان اشوفك هتعمل ايه وبعدين اضغطك تاني، لكن ما ينفعش ان انا طول المباراه اضغطك الا لو استشعرت من انت كواقف بره مدرب استشعرت ان الفرقه لما بتضغط عليها بيحصل لها اخطاء، فلازم تكمل ضغطتك عشان تجيب الجون الاولاني وتجيب الجون التاني والتالت وتخلص. احنا شفنا الارسنال امبارح كده، وممكن كمان خلي بالك انا لاقيك انك انت واقف كويس قوي ما هجمكش، يعني ما هو دي فلسفه المدربين في الزمن ده، ما خلاص ما بقاش انا الاقي انا بلعب ضغط على الفرقه دي فلاقيهم منظمين قوي اضغط عليه تاني، لا انا بقف علشان اجيبك. ايوه ما انا لو قعدت اضغط عليك وانت منظم بهجمه مرتده هتجيب فيها جون، لا انا لازم اسحب نفسي شويه اشوفك. مفيش مانع ان المباراه تتقسم على ست اجزاء، الربع الاولاني والربع الثاني والثالث، وبعدين اشوف الفرقه تعمل ايه، كل ربع وليه شغلته واستراتيجيته. يعني انت دلوقتي عندك النهارده سيراميكا ممكن ينزل يهاجمك في البدايه، لو هاجمك هتعمل ايه؟ لازم تهاجمه لانه ما ينفعش انت تدافعه، لانه هو بس بيهاجمك وعنده تنظيم دفاع، مش هيهاجمك بكثافه عدديه. هو هيهاجمك باتنين ثلاثه، فيكفيك اتنين ثلاثه عندك والسبورت الرابع مع حارس المرمى لو انت واقف على رجلك وشغال كويس، انا بتكلم تكتيكيا. بعدين تحول انت بقى انك انت تيجي عليه، انت اللي تسلل له الخوف، انك انت طول الوقت زي فيلم روكي كده لما اتفرجنا في السلام البدايه الاولاني، البطل كده انت في البدايه لازم تبقى قوي جدا تدوس عليه جامد هيسلم لك، لكن لما بيخليه في نديه مع احترامي للفرق النادي الاهلي الناس بتبص له من فوق. انا قلت لك قبل كده وانا بعنيها تماما، النادي الاهلي ماتشاته عشان ياخد دوري لازم كل ماتشاته يلعبها كويسه، في انديه منافسه ما بتلعبش جميع ماتشاتها وتاخد دوري، ممكن تاخد دوري وتلعب اقل عددا، لان الفرق لما بتيجي تقابل النادي الاهلي بشكل وبتقابل الانديه الاخرى بشكل اخر، النادي الاهلي كل الفرق بتبقى مجهزه نفسها لليوم ده، اليوم ده عندهم ده في مدربين لو كسبوا النادي الاهلي ممكن يقعدوا سنتين يشتغلوا في كره القدم، ده في لعيبه عاوزه تتسوق بتتسوق في مباراه النادي الاهلي، مش هتتسوق الا في حته تانية اللي في ده مدربين ما انا بقول لك المدرب بيقعد سنتين يشتغل لو كسب النادي الاهلي. فبص تلاقي اوعى افتكر لعيبه النادي الاهلي ان اللعيبه اللي هتنزل قصادك هتبقى طيبين زي انت لو اتفرجت عليهم النهارده مع النادي الاهلي وتتفرج عليهم بعد ماتشين ثلاثه مع بعض بيلعبوا بعض تلاقيهم مختلفين تماما، تلاقيهم ولا بيجروا ولا بيعملوا حاجه، لكن ده كل كره بيقاتلوا عليها الروح. عشان الكادر يطلع. ما هو انت بص هو ده قدرك، عشان كده لعيبه النادي الاهلي لازم يعرفوا ان ده قدرك انك انت عشان انت نجم والناس كلها انت في النادي الاهلي في امله، خلي بالك يا كابتن طبعا. في حاجه طبعا. في حاجه للعيبه لازم يعرفوها صحيح، انت في حاجه حلوه قوي اوعى تسيبها طبعا، لو سبتها تندم صحيح. مفيش حته تانية هتضاهي النادي الاهلي مزبوط. ده في ناس لعبت سنين بره النادي الاهلي ما اتشهرتش في سنه واحده مزبوط. جم النادي الاهلي السنه ماتشين ثلاثه الناس كلها عرفتكم، فانتوا في امله وحاجه حلوه وناس مشيت عليها ترجع. بص يا كابتن حافظوا، انا بقول للعيب صحيح حافظوا على النعمه اللي انتوا فيها بس. صحيح. طيب كابتن بلال رؤيتك لتشكيل فرقتين واللي هيسيطر ويستحوذ على نص الملعب، قول لي بقى معانا كابتن بلال الاول جماهير النادي الاهلي في الملعب وكولر والكابتن سيد عبد الحفيظ رايحين لجماهير النادي ده المترجم مش كابتن سيد عبد الحفيظ ده كولر والمترجم ورايحين لجماهير النادي الاهلي في ملعب المباراه بيبادلهم تحيه والجماهير جماهير عظيمه بصراحه، جماهير النادي الاهلي عظيمه. الملعب ده فين؟ دي الامل اللي بقول لك عليها كده مظبوط طبعا حاجه ده استاد القاهره الماتش بتاع سيراميكا حاجه تليق بالاهلي استاد القاهره حاجه تليق بالاهلي وتليق بجمهور النادي الاهلي كمان، يعني الاثنين لاقيين على بعض الحقيقه صحيح، يعني الاهلي لايق على جمهوره وجمهوره لايق عليه الحقيقه مظبوط. يعني ما خد بالك انت بتكتسب الشخصيه بتاعتك منين؟ انت حتى كجمهور كمان من قيمه النادي اللي انت بتشجعه طبعا تمام، وانت طبعًا. كنادي برضو بتاخد الباور منين؟ من 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 الجمهور اللي بيشجعك مظبوط. فالامور لازم يبقى فيها توازن
صحيح. انت تلاقي واحد تلاقي مثلا لما تيجي تتكلم مع جمهور النادي الاهلي هتلاقي في التزان في عقلانيه مش هتلاقي فيها مجايه تمام كلام جد والله انا عارف تلاقي في منطقيه خد بالك لما الفرقه تلعب وحش يقول لك لا النهارده كنا وحشين شويه صحيح تمام لما الفرقه تلعب كويس يقول لك النهارده الاهلي هايل بقول لك ايه ده احنا اول دوري وعلى القمه وزعلانين والناس زعلانه الحقيقه طبعا انا بقول لك هتلاقي في اتزان انت جايب الاتزان ده منين خلاص هو الجمهور نفسه جايبه منين من النادي نفسه النادي من ايه من قيمه النادي نفسه صح. كذلك انت النهارده انت محمي كنادي بالجمهور بتاعك محمي بيه انت وراك ناس بتسبورت بشكل كبير جدا 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 صحيح. وفي ظهرك بشكل كبير جدا جدا وغيرت قبل كده وزراء تمام الجمهور ده بتاعك ده غير وزراء تمام قبل كده بسبب قرارات على النادي بتاعك خد بالك فانت ده الباور اللي انت بتستمده يعني واللي هنفضل طول عمرنا ان شاء الله نستمده باذن الله خلينا بقى في تشكيل الفرقتين والبدايه المتوقعه من الفرقتين شوف يعني انا يعني اعتقد وامل تمام ان البدايه زي ما اتكلمنا في بدايه الاستوديو كده ان البدايه تكون فيها روح قتاليه عاليه من لعيبه النادي الاهلي فيها هجوم ضاغط من لعيبه النادي الاهلي فيها بحث بشراسه عن المكسب وتسجيل الهدف من بدايه اللقاء هو ده لا غيره يعني لا نقبل غير هذه البدايه في مباراه النهارده تمام كره القدم فيها كل شيء خد بالك وارد انك تهاجم وتبقى بدلك تضيع في العارضه انفراد فيها كل حاجه وارد انك يجي في جول خد بالك وده برده مش نهايه المباراه النهارده تمام انت نازل تلعب 90 دقيقه يا كابتن 90 دقيقه وارد فيها كل شيء لان دي كره قدم في الاول وفي الاخر ما انت وارد انك بتشوط يعني واحد بيعمل كره بالعرض تخبط في المدافع وتخش جول تمام وارد ده مش معناه ان المباراه انتهت ده معناه ان مباراه ثانيه ابتدت مباراه ثانيه مباراه غير المباراه اللي انا بلعبها فالنهارده يعني البدايه بتاعه النادي الاهلي واعتقد مستر كولر يعني شايف الفرق واتكلم عن ده في المؤتمر الصحفي اللي فات اتكلم عن ان الفرق بتيجي تضايق المساحات بتلعب زون ديفنس بتلعب هجمات مرتده هو كل الفرقه مستلعبنا بالاسلوب ده هتلاقيه بالاسلوب ده عليك ان تجد الحلول صح تمام هل الحلول موجوده اصلا؟ الحلول موجوده انك النهارده لما تبتدي تضغط على الفرقه من نص ملعبها تمام انك ما تديش مساحات الفرقه الثانيه تشتغل فيها النهارده لما تستغل كل الفرص بالنسبه لك تعتمد بشكل كبير جدا تنوع الهجمات بتاعتك تمام يعني افتقدنا الحلول الهجوميه يعني الماتش اللي فات طبعا لان انت ما بتنوعش يا كابتن هاني المباراه اللي فاتت ما حصلش فيه تنويع للهجمات انت عشان تكسب الفرق لازم يبقى في مهارات فرديه بتستغلها لازم يكون ثابته بتستغلها لازم يشتغل شغل من على الاطراف لازم يبقى في شغل في العمق الفرق الكبيره ما بتشتغلش على الجول بطريقه واحده صحيح. او طريقه محدده والا ما اصبحتش فرقه كبيره الفرقه الكبيره عندها حلول كتير صح. لتسجيل الاهداف عندي مهاره كابتن عادل مهاره كابتن ايمن كابتن شريف كابتن اسامه عندي بشتغل من اطراف الملعب عندي في بعض الاحيان بشتغل على الكاونتر اتاك عندي اللونج باس عندي الثرو باسز عندي بشتغل على الدبل باس من الفرود واللعيبه اللي تحتيه دايما بيبقى عندي تغيير في البوزيشنز اما ما بثبتش تمام ما عنديش ثبات في الاماكن ما بين اللعيبه الثلاثه اللي موجودين في الخط الامامي عشان تقدر تلاقي حلول لازم توجد مساحات عشان توجد مساحات لازم في تحركات كتير تمام لازم يبقى باصات اسرع من كده احنا مشكلتنا المباراه اللي فاتت التحضير بتحضر كتير بتدور بتلعب لونج باص بترجع الكوره تاني لنص ملعبك فانا شايف النهارده البدايه بتاعت النادي الاهلي لازم تكون ضاغط من نص ملعب فرقه سيراميكا على فكره الفرقه دي انت كسبتها من حوالي 3 4 شهور 4 تقريبا اربعه كابتن صح كابتن سبعه كسبناها اربعه صح يا كابتن؟ ايوه وعملت جيم رائع جدا وما كنتش بتلعب فول تيم كنت استعنت ببعض من الناشئين على الرغم ان هم كانوا فرق بيلعبوا هم فول تيم وبدات تكسب اربعه مزبوط. بروحك القتاليه عاليه بتنويع الهجمات بتاعتك بالرغبه عند اللعيبه ودي اهم حاجه النهارده المفترض ان اللعيبه النهارده عندها رغبه ان هي تكسب هتكسب هتحط ضغط على الخصم بتاعك اللي هيلعب بكره صحيح. المباراه الجايه طب سؤال اخير بصفتك راس حرب بدايه النهارده مستر كولر بشادي حسين قدام فريقه السابق نقطة إيجابية؟ اللي بيلعب في النادي الأهلي دايما بيفكر هو فين مكانه في الوقت الحالي مش بغض النظر بقى عن هو اللي كان بيلعب يعني قديم هو يعني معنوية حاجة حلوة يعني معنوية كويسة يعني. طب معنويا أكيد وضع طبيعي يعني أنا كنت بلعب مثلا في الشرقية فبلعب النهاردة قدام باخد شرط عارف أنت زمان كان بيدونا شرط الكابتن لما تلعب فريق القديم صحيح فهي نقطة معنوية جيدة لازم يستغلها شادي هو كمان شادي خد بالك انت كمان لما بتلعب مع الفرقه اللي انت
كنت بتلعب معاه حافظ كواليس حافظ الثغرات اللي موجوده عند المدافعين. صحيح. عارف ده بطيء شويه، ده ما بينطش، ده ما بيضغطش، ده ما بيعملش تاكلز، يعني بتبقى عارف انت اللعيبه اللي بتلعب معاك. ما هو انت لعبت قدامهم. مظبوط. كمان الرهبه مش موجوده كمان. يعني الرهبه نفسها مش موجوده. لا انا بلعب قدام الكابتن علي، ده انا لعبت مع ثلاث سنين بلعب معاك. صحيح. فعارف يعني اخرك من اولك بنقط الكوره، عارف نقاط القوه، عارف انت ايه ضعفك ايه وقوتك ايه. مزبوط. فبالتالي بتبقى نقطه ايجابيه في الحته دي تحديد ان راسات الحرب. صحيح. خد بالك. صحيح. النقطه الاهم انك فرصه بالنسبه لك، فرصه بالنسبه لشهاد حسين. انت صحيح. بتلعب النهارده مباراه قد تكون البدايه الحقيقيه بالنسبه لك باذن الله. اتمنى يعني هو كل اللعيبه راسات الحرب. صحيح. يعني بس دي بدايه يعني لو استغلتها بشكل كويس ممكن تكمل بعد كده. كابتن عادل كان بيتكلم من شويه ان احنا عندنا مشكله في تثبيت راس الحربه. راس الحربه بالنسبه لي انا شخصيا زي السنتر باك. يعني لازم يبقى ثابت في الملعب. صحيح. تمام. صحيح. اتمنى التوفيق للاهلي ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق المكسب. هنروح لفاصل نرجع حضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول. انتظرونا.